هنا السوق الأسبوعي للمواشي بولاية ولاد جلال، أسعار يصفها المواطن بالملتهبة فيما يراها الموال غير ذلك. غالية مش في متناول الجميع، خلاص ما كانش منها، وأسعار جهنمية مش غير غالية، طايرة في السماء. الزوالي ما يلحقش، الموظف ما يلحقش، خدام ما يلحقش. تراجع، فيه تراجع شوية، ولا الموال راهم يسمى خايفين. منين خايفين؟ خايفين من هذه السلعة تاع رومانيا. كاش مواك الحمد لله يا ربي، كاش مواك الحمد لله، وكل قام مكانش والعام جايين وجفاف الدولة دعمنا. اليوم أسعار هي غالية لكل حال، لكن ما بالنسبة للحالة اللي راه فيها الناس ماهيش غالية. وعن تأثر الأسواق بدخول الكباش المستوردات، أكد الموالون أن جودة اللحوم المحلية سيمنحها الإقبال الدائم مهما تباينت الأسعار بينها وبين لحوم الكباش المستوردة. والمال بعد اليوم هاو الخروب 15 مليون، ويجيبوا رومانيا حتى يحطوه بزوج ملايين، والله ما يدير له شعر، بزوج ملايين يحطوه. مال الجزائر يبقى الجزائر. ايوا احسن خروب عالميا. نتحدى عالميا. جيت بس خربية انت تعجب لي خروب رومانيا محشي في بعضها، تقول كرطوسة وتقول لي رومانيا. الجزائر ان شاء الله ما طيحش حتى دولة. راه كلاسية في المال، بالخص ولاية ولاد جلال. تجي تاع رومانيا ولا تاع اسبانيا ولا تاع فرنسا، بربي ان شاء الله السوق راه ما يطيحش. اذا عينك باش احنا رومانيا هذه انا راح ندعموها، واذا عينك باش دعم بلادك دعم الخروف تاعك ودعم الموال تاعك ودعم المنطقه تاعك. وبين مواطن يرغب في الحصول على اضحيته بسعر مناسب وموال يرى ان الاسعار لا يمكنها التراجع، ستحمل الأسواق المقبلة الخبر اليقين.